الثقه لمن؟ بمعمر والعسكري، بمعمر في التنفيذ يضيع، بالفعل لاعب شاب الثقه، والحكم يأمر باعاده تنفيذ الضربه الترجيحيه ولا؟ نعم، الكره تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي، هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2. هنا الإعادة، الكرة لعبت وعادت للحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة غريبة، نعم غريبة، عادت المرمى، كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش، ما خرجتش. 3-2 لفريق المغرب الفاسي، أغرب كرة تابعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية، أغرب كرة في الضربات الترجيحية. نعم، 3-2 لفريق المغرب الفاسي. الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا، ضغط المباراة كم